السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، موضوع جديد. كالعاده اليوم جبت لكم واحد المنتوج جديد ومنتوج رائع. هذا المنتوج هذا الصراحه جميع المربين ديال الطيور او ديال الحمام او ديال مثلا الدجاج ديال الزينه او ديال الارانب او حيوانات اخرى اللي كنقوم بالتربيه ديالها في المنازل خاص يكون عنده هذا المنتوج هذا، وخصوصا الناس ديال الطيور الزينه والناس ديال الحمام الزينه وحمام الزاجل. هذا المنتوج هذا راه رائع، راه مربي ديال الحمام تعرفوه مزيان. ولكن قبل ما نبداو الاخوان نهضر لكم على هذا المنتوج هذا ونقول لكم الفوائد ديالو. اول حاجه، انت اولا انت اختي اللي كتفرجي فيا وانت اخي اللي كتفرج فيا وباقي ما دايرينش الاشتراك في القناه، نزلوا لتحت ديروا ابوني الاشتراك وقوموا بتفعيل الجرس. واي واحد مشارك عندي وما تتوصلش بالاشعارات ملي كنحط الفيديو ينزل لتحت يحيد لابوني ويعاود يرد ويعاود يفعل الجرس غادي يتوصل بجميع يعني الاشعارات في كل مره كنحط فيها فيديو اولا شي ارتيكل اولا لي ستوري على القناه. اذا الاخوان ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره لهذا المنتوج هذا، نعرفكم عليه ونقول لكم علاش جميع المربين ديال الطيور وديال الحمام خاصو يكون عندنا هذا المنتوج هذا. كما كتشوفوا امامكم خوت، هذا المنتوج ده الاسم ديالو دوستو اوريغانو ليكيد 12%، دوستو اوريغانو سائل 12%. هذا المنتوج هذا 100% طبيعي، يعني جبت لكم هذه المره هذه منتوج 100% طبيعي. بالنسبه للناس اللي يقول لي لا انا بغيت نخدم فقط بمواد طبيعيه ما بغيتش مواد كيميائيه، هذا المنتوج هذا 100% طبيعي ما فيه حتى ماده كيميائيه. اذا هذا المنتوج هذا تتقدم على طول السنه للوقايه من الامراض. هذا المنتوج يعني غادي يهنيكم من الامراض، مجموعه ديال الامراض اللي غنكرها لكم غادي يهنيكم منها، ويمكن لنا نقدموه طول السنه يعني من شهر واحد حتى شهر 12 بجميع المراحل، مرحله التجهيز هي الريش الراحه الانتاج المسابقات. بالنسبه للناس ديال الحمام خصوصا الناس ديال الحمام خصهم يشوفوا هذا الفيديو يستعملوا هذا المنتوج هذا. اذا هذا المنتوج هذا كما قلت هو 100% طبيعي، مصيب بمستخلصات الاعشاب. هذه المستخلصات الاعشاب هي فعاله ضد الامراض البكتيريه اللي كتصيب لنا الامعاء ديال الطائره. اذا هذا المنتوج هذا غادي نقدموه للوقايه من الامراض البكتيريه اللي كتصيب الامعاء ديال الطائر على طول السنه، غنعطيوه على طول السنه باش عمرو ما يكون عندنا مشاكل البكتيريه اللي كتصيب الامعاء. وانت اخي كمربي ديال الطيور ومربي ديال الحمام خصوصا الناس ديال الطيور تعرفوا عندنا بزاف ديال المشاكل اللي كتصيب لنا الامعاء ديال الطيور ديالنا ومنها امراض بكتيريه. اذا هذه المستخلصات ديال الاعشاب هي فيها مواد فاعله اللي كتحارب لنا هذه الامراض البكتيريه الخاصه بالامعاء، ماشي فقط الامراض البكتيريه بل هي ايضا كتحارب مرض ديال الكوكسيدين. هي يا اخوان دوستو اوريغانو 12% ليكيد تحارب الامراض ديال او مرض الكوكسيديا بالنوعين ديالو، بالمرض الكوكسيديا العاديه اللي كتصيب فقط الامعاء، والمرض الكوكسيديا الاخرى او لاتوكسوبلاسموز، عفوا كوكسيديوس لاتوكسوبلاسموز اللي كتصيب لنا الامعاء، طحال الكبد كتمشي في الدم كتوصل للجهاز التنفسي ديال الطائر وكتوصل لنا حتى للدماغ ديال الطائر في اخر المرحله. اذا هذا المنتوج هذا خاص اول حاجه بامراض البكتيريا كتصيب الامعاء ديال الطائر، وثاني حاجه بمرض الكوكسيديا. اذا هذا المنتوج تقدروا نقدموه على طول السنه باش يحارب لنا هذه الامراض هذو، ماشي هادشي فقط بل دوستو اوريغانو 12% هو ايضا تحتوي على زيوت اساسيه، وهذه الزيوت الاساسيه هي فعاله لمحاربه الامراض الخاصه بالجهاز التنفسي عند الطائر او عند الحمام، خصوصا الناس ديال الحمام علاش خصهم يستعملوا هذا المنتوج هذا، لان الحمام تيتلقوه على تقريبا 1000 كيلومتر باش يرجع عندهم، خاص الجهاز التنفسي كامل ويكون يعني ما فيه حتى شي مشكل حتى شي مرض. ايضا الناس ديال الطيور كنعرفوا بان الطيور ديالنا كتقوم بالتغريد بزاف ديال المجهود حتى هما، ايضا الجهاز التنفسي ديالهم خاص يكون صافي ما يكونش فيه المشاكل. وكنعرفوا بان مؤخرا خصوصا هذه السنه هذه وهاد 3 شهور ديال 2000 او 4 شهور ديال 2021 كنلاحظوا بزاف ديال الناس اللي على المجموعه ديال هو تعشى الطيور على الفيسبوك او على الواتساب او على الصفحه ديال الفيسبوك هو تعشى الطيور، كنلقاو بزاف الناس تيقول لك تيقول لي راه عندي مشكل ديال الجهاز التنفسي
الكناري ديالي او الحسون ديالي حال فمو تيتنفس بصعوبه، ما قالش تي 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 عنده واحد الخرشاشه. اذا اخي باش تتفادى هذا المشكل وما يكونش عليك هذا المشكل ديال الجهاز التنفسي او مرض في الجهاز التنفسي عن الطريق ديالك او الحمام ديالك، استعمل هذا المنتوج. هذا راه هو خاص، او الزيوت الاساسيه اللي كاينه فيه خاصه وفعاله ضد المشاكل ديال الجهاز التنفسي عن الطيور ديالنا، ايضا عند الحمام ديالنا. اذا دوستو اوريغانو 12% ليكيد، الخوت ليكيد ماشي بودر، لان كاين بودر اللي هو 3%. انا كنهضر لكم دابا على ليكيد، غنوري لكم من بعد اللي هو كما قلنا تحتوي على مستخلصات ديال الاعشاب اللي هي واحد المواد فعاله ضد امراض البكتيريا كتصيب الامعاء، وايضا ضد مرض ديال الكوكسيديا، وفي نفس الوقت تحتوي على زيوت اساسيه للوقايه ضد الامراض ديال الجهاز التنفسي عند الطيور وعند الحمام. اذا حاليا انا تكلمت لكم على المنتوج هذا، غادي نوريه لكم قبل ما ندوزو الطريقه ديال الاستعمال في كل فتره. اذا اول حاجه الاخوان غادي نحلوا هذه الواطا، هذه ملي كنحلوها كتلقاو هنا امامكم راه مكتوبه واحد ديال الميلي في 3 اترو ديال الماء. هنا عندنا واحد السوران صغيره باش كنعبروا هاد الليكيد كنهزو وكنديروا يعني في الماء ديالنا. وهنايا عندنا القرعه ليكيد، القرعه الخوت كما كتشوفوا امامكم، هاد القرعه فيها 300 ميلي لتر. اذا الاخوان غادي ندوزو حاليا الطريقه ديال التقديم. انا كالعاده هاد المنتوج هذا تراست مع شركه، طلبت منهم طريقه ديال التقديم للطيور، قالوا لي بالنسبه لهذا المنتوج طريقه ديال التقديم هي نفسها بالنسبه للحمام، بالنسبه لطيور الزينه، بالنسبه للدجاج، بالنسبه للارانب، ولا بالنسبه لاي حيوان كنقوموا بالتربيه ديالو في المنزل. وغادي نقدموا ليه هاد المنتوج هذا باش نديروا الوقايه ضد الامراض البكتيريه او لا الكوكسيديا او لا الجهاز التنفسي ديالو. الطريقه ديال التقديم ديالو الاخوان هي 1 مليم من هذا المنتوج هذا في 3 اترو ديال الماء. هاد الابره هذه او السوران كيقولوا ليها كتحتوي على 3 مليم، حنا غنهزو فقط 1 ديال المليم من هذا المنتوج هذا بحال الغلاقه، وكنهزو كنديرو في 3 اترو ديال الماء. هذا بالنسبه للناس ديال الحمام او ديال الدجاج او ديال الارانب. بالنسبه للناس ديال الطيور غيقول لك انا عندي طيور قليله، طبيعه الحال ما غنستعملوش مع 3 اترو ديال الماء، كيفاش غادي نقدم هذا المنتوج هذا؟ اخي مربي ديال الطيور انت غتستعمل فقط القطرات، غتستعمل 7 ديال القطرات في اترو ديال الماء، 7 القطرات في اترو ديال الماء. على 7 القطرات لكن ما كنعرفو 1 ديال الميلين على حساب السورانك، يعني هذه الابره هو الصغيره ولا الكبيره، كتعطينا ما بين 20 حتى 22 قطره. 1 ميلين ما بين 20 حتى 22 قطره. اذا حنا 7 القطرات دول 7 في 3 21، اذا 7 القطرات في اترو ديال الماء، وديك الساعه نقدروا نعطيوا الطورات ديالنا. كاين اللي غيقول لي لا 7 القطرات قليله، او لو 1 مليم في اترو في 3 اترو ديال الماء راه قليله. لا اخي ما قليلاش، هذا المنتوج هذا راه كونسونتري بزاف، راه يعني شي حاجه اللي هي فعاله. سولوا على الناس ديال الحمام اللي كيستعملوها، ايضا حاولوا تبحثوا عليه وتقراوا على هذا المنتوج هذا، راه هو فعال بزاف. اذا ومجهد يعني ما عندكم الناس تخافوا، 7 القطرات في اترو الماء وعطيوا الطورات ديالكم كاملين، يعني الكبار والصغار، يعني الفريخات الصغار الكبار في اي فتره ما عندكم من الشخف. اذا حاليا غادي ندوزو الفترات، كل فتره او كل مرحله وكيفاش خصني نستعمل هذا المنتوج هذا. اذا اول حاجه غادي نبداو بالفتره ديال غيار الريش، في فتره اولى مرحله غيار الريش الدوستو اوريغانو 12% ليكيد كنعطيوه 3 مرات في السيمانه. لماذا؟ فحنا كمربين ديال الطيور كنعرفو باننا كنعطيو مواد اخرى، نعطيو مكملات غذائيه، فيتامينات، كالسيوم، بزاف ديال الحوايج كنعطيوهم. اذا باش ما يكونش عندنا بروغرام شارجي كنعطيوه فقط 3 مرات في السيمانه، تقدر تعطيه 2 مرات في السيمانه على حسب البروغرام ديالك، لان هذا خدام للوقايه من الامراض، خصوصا في المرحله ديال غيار الريش اللي كتكون واحد المرحله حساسه للطائر، تيدير فيها واحد المجهود بزاف وسهل انه يشد لينا الامراض. بالنسبه هذا بالنسبه للناس ديال الطيور، بالنسبه للناس ديال الحمام الزاجل كنعطيوه 3 مرات في السيمانه ايضا، ولكن يمكن لنا نعطيوه يوميا، ولكن خصنا نخلطوه مع ميد طوليامين فورت. ميد طوليامين فورت كنخلطوا معاها دوستو اوريغانو 12% ليكيد، وكنعطيوه للحمام الزاجل يوميا في فتره ديال غيار الريش، او نعطيوه بوحدو 3 مرات في السيمانه
ما كاين حتى شي مشكل. يعني انت عندك الاختيار كمربي ديال الحمام كما الطريقه اللي بغيتي تعطينا، اما الناس ديال الطيور 3 مرات في السيمانه راه كافيه، ما نخلطوها مع حتى شي حاجه اخرى، وكنديروه دائما في الماء. الخوت هذا المنتوج هذا، عفوا نسيت، هذا المنتوج هذا كنعطيوه في الماء ديال الشرب، ما كنعطيوهش في الحبوب، ما كنعطيوهش في الباتي. بالنسبه للدوستو اوريغانو ديال الحبوب راه هو ليكيد 3%. هذه فتره ديال غيار الريش. دوزو حاليا فتره ديال التجهيز وفتره ديال الانتاج واطعام الفراخ الصغيره. فهاد الفتره هذه كنعطيوها من 2 مرات حتى 3 مرات، لا بالنسبه للناس ديال الطيور، لا بالنسبه للناس ديال حمام الزينه او ديال الدواجن او ديال شي حيوانات اخرى. كنعطيوها من 2 مرات حتى 3 مرات في الاسبوع مع الماء، يعني ماشي يوميا في فتره التجهيز والانتاج، حتى مش كل انثى حاضنه او الانثى كتوكل في الفريخات ديالها او الفريخات ديالنا عزلناهم بوحدهم يعني فطمناهم، نعطيوهم هذا المنتوج هذا، ما عندنا مناش نخافوا، منتوج 100% طبيعي، وغينهنينا من المشاكل اللي كتجينا في الفتره ديال الانتاج للوالدين او حتى الفراخ الصغيره ملي كنفطموها كنعرفوا كتكون بزاف ديال المشاكل، منها مشاكل بكتيريه منها الكوكسيديا. بالنسبه للناس ديال الحمام ايضا نفس الشيء، حتى الحمام الصغار اللي يلاه تيتفطموا وكنعزلوهم بوحدهم كنبقاو نعطيهم هذا المنتوج هذا. اما بالنسبه في فتره هذا بالنسبه للناس ديال الحمام الزاجل، في فتره ديال السباقات اللي كنطلقوا في الحمام ديال السباق و تيرجع لينا فورا دخول الحمام، يعني اللوف ديالنا ولا السجنه ديالنا، خاصنا نعطيوه هذا المنتوج هذا يومين او 3 ايام متابعه، نعطيوه يومين 3 ايام متابعه. وفي فتره المسابقات كنعطيوه 3 مرات في الاسبوع بوحدو، كنعطيوه 2 مرات في الاسبوع ملي كنخلطوه مع كويك يود افير، كويك يود افير كنخلطوه مع الدوستو اوريغانو 12%، وكنعطيوه 2 مرات في الاسبوع في فتره ديال المسابقات. اما لو نعطيوه بوحدو كنعطيوه 3 مرات في الاسبوع فقط. اذا الاخوان هذا المنتوج هذا كما كنشوفوا قدامكم ها هو، شي هذا المنتوج هذا الخوت اللي كتشوفوا دوستو اوريغانو 12%، هو منتوج 100% طبيعي، تحتوي على مستخلصات النباتات اللي هي فعالة ضد الأمراض البكتيرية وفعالة ضد الكوكسيديا، يعني غادي لنا الوقاية ضد الأمراض هذوك باش مانبقاوش نشوفو هاد الأمراض. وأيضا تحتوي على زيوت أساسية اللي هي فعالة ضد المشاكل ديال الجهاز التنفسي اللي غتهنينا من هاد المشاكل هادو تماما، يعني معمرها بقات تضر بينا هاد المشاكل طبيعة الحال، زائد حوايج أخرين اللي هي النظافة والتهلف في الطيور ديالنا. اذا ذكرت لكم الطريقه ديال الاستعمال في كل فتره، كما قلنا 1 ملل في 3 اطرو ديال الماء، كنعاود ناكد 7 القطرات في اطرو الماء بالنسبه للناس ديال الطيور، او 8 القطرات كاع في اطرو ديال الماء ما كاين حتى شي مشكل. في نص اطرو الماء نديرو 4 القطرات، وفي ربع اطرو الماء نديرو 2 ديال القطرات، 2 ديال القطرات اللي هي كتجي في 250 ملل، اللي هي العبار ديال 5 المشربيات. الا كانت كل مشربيه فيها 50 ملل، يعني 5 المشربيات عندنا 250 ملل، 2 قطرات في 250 ملل اخويا، وعطي الطويرات ديالك يشربوا باش تهنا من هاد المشاكل هذا. هاد المنتوج هذا راه فيه 300 ملل، يعني راه غادي يدي لك السنه كامله ما عندك منها الشخاف. وان فوا استعمل خويا هاد المنتوج هذا تحلو وتاخذ منه السائل اللي كاين تما، خصك تسد خويا القرعه وتعاود تردها المكان ديالها وتخزنها في واحد المكان اللي هو مظلم، ما كتوصلوش لاضاءه، ما كتوصلوش لسعه الشمس، وما يكونش فيه الحراره مرتفعه. بالنسبه للعلبه راه كما قلت لكم مكتوبه فيها 1 ملل 3 اطر في الماء، وهنا تيقول لكم الطريقه كيفاش ديروا السوران وتجبدوا يعني هذا المنتوج هذا. اذا المنتوج يعني هو راه طبيعي كما قلنا، ولكن شي حاجه اخرى كثيره غادي نتكلم عليه، شي ولا ما عرفتوش شي حاجه وشي واحد ما فهمش شي حاجه يخلي لي يعني تعليق تحت الفيديو وانا غادي نجاوب عليه. ولا بغيتوا الاخوان انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم راه ما كاين حتى شي مشكل، عفوا يعني شاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. وهنا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل مع منتوج اخر او موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.